الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في مادة إدارة المشاريع الهندسية. سنتابع معكم بإذن الله هذه المادة ونلتقي خلال المحاضرات عن طريق برنامج الزوم أو عن طريق رفع المحاضرات. في بداية نرحب بكم جميعا وأتمنى لكم عاما إن شاء الله مديدا بالصحة والعافية، ونرجو منكم أن تكونوا معنا على أحسن حال. سنتطرق في هذا المشروع إن شاء الله إلى عدة أمور. بداية سنتطرق إلى المشروع، وما هو المشروع، وما شر مفهوم المشروع وإدارة المشروع، وسوف نتطرق إلى شرح العوامل الأساسية لنجاح وفشل المشاريع، توسيع أهمية الإدارة في المشاريع، شرح إطار عمل إدارة المشاريع، شرح مفهوم دور حياة المشروع، وشرح مفهوم إجراءات إدارة المشاريع وبنية هذه الإجراءات. طيب، بداية في الفصل الأول المشاريع في بيعة الأعمال المحصنة. نحن في الوقت الحاضر وفي زمننا الحالي لدينا الكثير من المشاريع، وأصبحت المشاريع أساس أي إنسان. فأي إنسان يجب أن نعرف ما هو المشروع وما هو تعريفه لكي ننطلق من خلاله. لكي ندير المشروع لازم أن نتعرف على هذا المشروع وكيفية إدارته. هناك بعض المصطلحات العالمية. لقد حدد جيريت جونز في كتابه نظرية المنظمة عام 2004 ثلاث عوامل تؤثر في حال عدم التأكد في البيئة التي تعمل فيها المنظمة. المشروع عبارة عن منظمة أو عبارة عن مشروع هو في بدايته، فهنا لازم أن ندرس البيئة المحيطة في هذا المشروع لكي نبدأ المشروع. فغير ليس من الصعب أن نبدأ بمشروع كغلب نبدأ المحيط به وكيفية أداء نجاحه. سنتطرق إلى البيئة وبعد ذلك سنتعرف على ما هو المشروع. واحد، درجة التعقيد البيئي Environmental Complexity، ويتعلق هذا العامل بعدد وقوة وتداخل المدخلات والمخرجات. طبعا من المعروف أنه عندنا في أي مشروع عندنا مدخلات لنجاح هذا المشروع، ومخرجات هي نتائج هذا المشروع. إذا كانت المدخلات صحيحة والمخرجات صحيحة فيجب أن يكون عندي مشروع ناجح، وما يترتب على ذلك من التزامات داخل المنظمة. طبعا المدخلات من نعرفها، عشان أنا أعمل مدخلات صحيحة بدي أعرف إيش البيئة المحيطة التي سوف أتعامل معها. طبعا البيئة حتكون من مباني، تجهيزات ومخزون وخبرات فنية وعمالة، وما ينتج عنه من أنشطة وعمليات وخطط وبرامج وإجراءات إضافية تؤدي إلى زيادة التعقيد في عمل المنظمة. وهذا يؤشر على أن بيئة الأعمال المعاصرة تمتاز بشدة التعقيد البيئي وغياب البساطة والوضوح. إحنا في الوضع الراهن في أن عوامل محيطة كثيرة تؤثر عليها، من عوامل البيئة والخاصة يعني في كل منطقة لبيئتها التي تتناسب معها ومشروعها التي تتناسب. فأنا مثلا لو بدي أعمل مشروع في قطاع غزة يختلف، حتى لو كانت نفس المدخلات والمخرجات يختلف عنه في بلد ثاني، لأن البيئة المحيطة تؤثر علي بما كان فيه يناسب. اثنين، درجة الديناميكية الحركية Environmental Dynamics، ويتعلق هذا العامل بالسرعة التي تتغير فيها بيئة العمل نتيجة التغير السريع والدائم في حاجات ورغبات الزبائن. الأمر الذي يفرض على الشركات الاستمرار في ابتكار وتطوير منتجات جديدة للمنافسة على إرضاء الزبائن. وهذا يؤشر على أن بيئة العمل المعاصرة تمتاز بالديناميكية وسرعة التغيير. يعني أنا عندي كان خطة عمل بديناميكية لمنتج معين أو مشروع معين، ولا في البيئة المحاصرة أنا الغرض من المشروع اللي هو إرضاء الزبون، وجدت أنه اللي هو أحتاج لهذا المنتج إلى ابتكار أو تطوير أو عمل منافس، لقيت لي منافس في السوق، من الخطأ أو من المعيب لي أن أبقى على نفس هذا المنتج كما أنا، لأنني سوف إيش لن ينجح المشروع لن يبدا، فأحتار إلى تطويره أو عمل تغييرات فيه لكي أجذب اللي هو الزبون وأعمل على رغبته والنجاح هذا المنتج. طبعا حناخذ كل دورة المشروع كاملة. ثلاثة، درجة الغنى، ويتعلق هذا العامل بمدى توفر الموارد في بيئة العمل، ونتيجة للاعتداء الدائم على البيئة للحصول على الموارد فقد أصبحت هذه الموارد نادرة في كثير من الأحيان، ويشتد التنافس بين المنظمات للحصول عليها. يعني أنا لقيت اللي هو الموارد الموجودة عند موارد اللي هي طبيعية وموارد بشرية. الموارد الطبيعية صار في تنافس بين المنظمات، لأنه
قلة اللي هو قلة قلتها والتنافس الشديد بينها أصبح إيش صعب عليهم. وهذا يشير إلى أن البيئة تمتاز بدرجة غنى منخفضة مما يزيد من حالة عدم التأكد البيئي. استنادا إلى ما تقدم، فإنه يمكن قراءة الاتجاهات المعاصرة في بيئة الأعمال الدولية على النحو التالي: 1- التوسع الهائل في المعرفة البشرية التي وصلت إلى حد النجاح في إجراء عملية الاستنساخ وإلى دراسة الخريطة الوراثية والخلايا الجذعية. على أساس أنا بدي أبتكر، رحنا عملنا إيش؟ عملية الاستنساخ ولدراسة الخريطة الوراثية عشان أطور وأغير فيها على أساس أنا أحاول أبتكر. 2- التطور الهائل في إمكانيات التكنولوجية وتبادل المعلومات، فمن مرحلة الكمبيوتر والشبكة العنكبوتية الورد ويب إلى مرحلة الشركة الرقمية ديجيتال فيرم والتجارة الإلكترونية الإي بيزنس. والآن نحن نعيش في عصر الموبايل، الهاتف الخلوي موبايل إي، والمايكروفيلم اللي هو المايكروفيلم. هذا كلها طبعا بتأثر على المشاريع وعلى التطور تبعها. 3- نشوء الأسواق العالمية وازدياد الحاجة للاستجابة السريعة لمطالبات السوق والنجاح أمام المنافسين. أصبح الآن العالم مفتوح، أنا في مكاني هنا بقدر أتجول أتسوق عن طريق الإنترنت، أطلب المنتج اللي أنا عايزه، صار عندي دراية وعلم بالأسعار والمنافسة والشركات والمنتج الجيد والمنتج الغير جيد. فمن خلال هذه هي أنا بقدر إيش أقدر أطلب اللي أنا عايزه وأعمل مشروعي بطريقة ناجحة. الطلب المتنامي على السلع والخدمات لتلبية حاجة الزبائن متغيرة، والإنتاج حسب طلب الزبون، يعني التوصاية كاستمايزيشن، اللي هي أنا لقيت أنا في عنده منتج صحيح إنه قد يكون النوعية والسلعة جيدة والمفردات كويسة والحاجات، لكن أنا فيش عنده طلب إله، يعني أنا الطلب أهم إشي. إذا في طلب وعرض فطريقة العرض لها دور والطلب له دور، فأنا إذا كان عندي طلب فأنا هيش بالتأكيد راح أزيد من عملية الطلب عشان أصل. فلقيت أي منظمة قادرة على النجاح والاستمرار وأصبحت الهيكل التقليدية غير قادرة على الصمود أمام التغيير الحاصل في بيئة العمل المعاصرة والتي يعتبر التغيير فيها حقيقة ثابتة. وكما يعني في عندنا من الرواد في عالم الإدارة والأمور هذا جون ليبسون في الموجة الثالثة ثيرد ويف، إما أن تتغير أو تموت. هذه قاعدة ثابتة من زمان، يعني في 1993 either to change or to die، يعني أنا إذا بكيت واخذ مكان، ليس الموت معناها أنه حياتك تنتهي، ولكن الفشل هنا، يعني الموت يعني الفشل. إذا أنا بقيت على ما أنا دون تطوير أو تغيير فأنا فعلا يا أما سأنتهي، لأن المنافس اللي حولي سوف يتطور وسوف إيش يسبقني في كثير من الأشياء. وعليه فإن منظمات الأعمال المعاصرة أصبحت أكثر حاجة لأن تدار بالمشروع وتكون بروجكت درايفين، يعني عندك مدير أو عندي اللي هو مدير للمشروع يكون طاقمها الوظيفي وكوادرها في مشاريعها، حتى تكون يعني عندي طاقم مقتدر وقادر على الاستمرار في ابتكار وتطوير السلع والخدمات والأفكار والعمليات، العمليات ودراسة الوضع المحيط فيها، أي أنا العامل العوامل المحيطة، الدراسة وتحليل اللي هو المشروع في كل فترة والتانية، وكله يمكن الشركات الوصول إلى أهدافها وتحقيق رسالتها. وهذا ما يطلق عليه الإدارة بالمشروع اللي هو Management by Project، بإدارة المشروع. والإدارة بالمشروع تتطلب من المنظمات أن تقوم بهيكلية نفسها Structure، يعني إن هي تهيكل نفسها وتعمل اللي هو نظام داخلي structure itself، تعمل هيكلية داخلية عن طريق تشكيل فرق عمل اللي هي work teams، وأن تقوم بتمكين العاملين employer its works عن طريق تدريب العاملين وتوفير الموارد اللازمة لهم وإعطائهم صلاحيات اتخاذ القرار وكأنهم أصحاب الشركة. يعني أنا عندي الموظف عشان أنا أنجح أنا حطه في مكان، يجب أن يكون صاحب قرار، يجب أن يكون عليه دراسة، أن يكون واعي، يعني أطلب منه تحليل أول بأول للمعطيات والمخرجات والمنتجات وطريقة آلية التوكيل، حتى أكون يكون في محاسبة أول بأول، وأعتبر وضع الثقة فيه كامل حتى أصل أنا في النهاية إلى مشروع متكامل. وعندما تدار المنظمة بالمشروع وتكون بروجكت درايفين فإنها تكون قادرة على تحقيق الفوائد التالية. إذا أنا اتبعت السياسة هذه لازم أن أجني الفوائد، اللي من ضمن الفوائد أول شغلة كل عضو في الفريق المشروع يستطيع أن يفهم عمل المشروع ككل، يعني أنا بتحرك كيونت واحدة وليس كفرد. لقيت لو أي إنسان أو صار عطل أو خلل في جزئية الباقي يستطيع الإكمال.
لايش؟ لانه ما عنديش، انا بشتغلش في نظام اليونت، بشتغل عفوا بشتغل في النظام الواحد، بشتغل في نظام اليونت الواحد او الكامل الواحد، يعني القرار عندي مشترك، لانه بكون، لان كل واحد بيكون متخصص للمشروع ولا يتم تشتيته في اعمال اخرى. اثنين، بيئه العمل تكون بيئه العمل تكون بيئه العمل اكثر انفتاحا ولا مور اوبن، واكثر قدره على نقاش الافكار الجديده. ثلاثة، توفر واضح، توفر وضوح أفضل، better visibility للمهمات التي يؤديها الأفراد، حيث أنهم مسؤولون عن العمل باعتبارهم فريق واحد. يعني كل واحد موكل بمهمة واحدة، كل واحد عمله خاص به، كل واحد موكل بالمهمة الموكلة له، يجب أن ينجزها دون أن يؤثر على الآخرين، ويكون هو يتحمل مسؤولية قراره. امتلاك قدرة أكبر على التكيف، لأن الخطط والجداول يجب أن تنفذ في أوقات محددة وضمن وزات محددة ومواصفات محددة، وعليه فإن مدير المشروع يقود المشروع للتكيف باستمرار مع التغيرات البيئية لتحقيق هذه الأهداف. يعني مدير المشروع مطالب أنه يكون عنده قدرة على التكيف، عنده قدرة على اتخاذ القرار السريع، على التغيير، اختيار القرار المناسب، التبديل بسرعة، رؤية الطاقم الذي عنده، تغيير تدوير بينهم، يكون عنده قدرة ويكون عارف إيش الأمور المهمة. مراقبة أفضل للكلف، better cost control، للكلف اللي هي التكلفة، يعني better cost control، وهذا يؤدي لتقليل الكلف وزيادة هوامش الربح. يعني أنا عندي لكل مشروع لازم يكون عندي فيه تكلفة، وفي عندي أساس أنا أقدر لازم أنا أنفق النفقة هذه. إذا كان النفقة أكثر من الربح يبقى عندي المشروع فاشل، فأنا بدي أحاول أعمل الجودة المطلوبة بالتكلفة القليلة. ومن بعدين الوقت له دور كثير، أوقات تزويد أقصر اللي هي short delivery times، حيث تساعد جدولة الأنشطة والبرمجة الشبكية للمشروع في المساعدة على إنهاء الأنشطة والأعمال في أقصر وقت ممكن. طبعا حكينا برضو الجودة، أنا الجودة مهمة جدا جدا جدا، اللي هو high quality، جودة عالية، حيث أن أحد أهداف الرئيسية للمشروع هو إنجازه بالمواصفات والخصائص المطلوبة وبأفضل جودة تؤدي لإرضاء الزبون. حيث إذا كانت الجودة رديئة، حتى لو كان الإهدار المال عالي والجودة رديئة، فأنا لا أعتبر حالي قد أنجزت في المشروع، فهذا مشروع غير ناجح، لأن أول شيء أبحث عنه الزبون هو الجودة، أن تكون الجودة عالية. كذلك اللي هو العلاقات أفضل مع الزبائن، better customer relations، يعني أنا أكون علاقتي مع الزبون جيدة، أوفر له منتج جيد، علاقة جيدة، لكي أضمن استمرارية تعامل الزبون معي. فإذا أنا قد وفرت له جودة جيدة ولكن معاملة سيئة، فلن يعود إلي. لذلك لأن طاقم المشروع متفرغ للعمل فيه وله مدير مسؤول عنه عليه، فإن الزبون يستطيع أن يجد فريق عمل يقوده مدير متفرغ يكون مستعدا للاستجابة لطلباته وتحقيق رغباته ونسج علاقات أفضل معه. طيب، أجد في البداية ما هو المشروع؟ نصل لتعريف المشروع، بروجكت المشروع. رغم تعدد التعريفات الصادرة عن الباحثين والمختصين والهيئات الدولية المعنية بإدارة المشاريع، إلا أن المشروع في أبسط معاني يمكن أن يعرف على أنه منظمة مؤقتة لتنفيذ مجموعة من الأنشطة المنظمة لتحقيق هدف معين في فترة زمنية معينة وباستخدام موارد متنوعة. تمام؟ طيب، وقد عرف المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع الـ PMI 2001 المشروع على أنه سعي مؤقت لإيجاد منتج مفرد. يعني أنا بسعى دائم في المشروع سعي مؤقت، يعني له بداية ونهاية، لإنتاج منتج واحد يكون منفرد ذو جودة عالية. أما جمعية إدارة المشاريع البريطانية Association of Project Management PMA فقد عرفت المشروع على أنه مجموعة من الأنشطة، عبارة عن ليس نشاط واحد، مجموعة من الأنشطة المترابطة غير الروتينية، يعني الروتينية ليست محدودة بزمن معين أو وقت معين أو كلاسيك معين،
لها بدايات ونهايات زمنية محددة يتم تنفيذها من قبل شخص أو منظمة لتحقيق أداء وهدف محدد في إطار معايير الكلفة والزمن والجودة. زي ما حكينا إنه في ثلاث معايير أساسية للمشروع اللي هي التكلفة، الزمن، الجودة. إذا انعملت هذه الأشياء، إذا توفرت ثلاث أشياء بالكلفة البسيطة والزمن المحدد والجودة العالية، أصبح عندي المشروع ناجح جدا. كما قدم الكاتب ميريليث في 2006 تعريفه خلاقا للمشروع على أن مشكلة معروفة لحل يتم إكمال. هو عبارة على أنه مشكلة معروفة الحل يتم إكمالها باستخدام أنشطة فريدة وغير روتينية. يعني أنا عشان أعمل مشروع عندي مشكلة، والمشكلة هذه بدي أتوجه لحلها. إذا أنا استطعت حل هذه المشكلة فأنا أنجزت مشروع متكامل. فعبارة عن إيش؟ عن أقوم عن أنشطة لحل هذه الأنشطة وبطريقة غير روتينية. إذن المشروع في أبسط معني هو عبارة عن منظمة مؤقتة، مهما قصر أو طال عمره فهناك مشاريع عمرها دقائق أو ساعات أو أيام أو أسابيع، وهناك مشاريع عمرها شهور أو سنين أو عقود من الزمن. وما يجمع هذه المشاريع وأنها مؤقتة مهما قصر أو طال عمرها، حتى لو امتدت لسنين فهي تعتبر إيش؟ مشاريع مؤقتة. وبعد الانتهاء من هذه المشاريع إذا كانت ناجحة فإنها تتحول إلى صفتها الدائمة، أي إلى منظمة وظيفة أو حدث دائم. يعني نأخذ بعض الأمثلة على هذه المشاريع. فمثلا عندما يفكر شخص ما في زيارة أحد أصدقائه أو أقربائه، فإنه يسمى مشروع زيارة إلى أن يصل إلى البيت المنوي زيارته، فإنه ينتهي كمشروع وينتج عنه حدث يسمى زيارة اجتماعية. اثنين، عندما يفكر شاب في الزواج، فإن جميع الأنشطة والأحداث التي تحدث من لحظة التفكير في الزواج إلى نهاية حفل الزفاف تسمى مشروع زواج، وينتج عنها حدث يسمى تكوين أسرة اجتماعية. يعني نشاط له بداية ونهاية، عند نهاية هذا الحدث يسمى إيش؟ حدث وظيفة أو حدث دائم، يصبح دائم. انتهى المشروع يصبح حدث دائم. يعني فكرة البداية أنا أبدأ بمشروع بحول بعدين إلى حدث دائم. وعندما يخطط طالب للحصول على الشهادة الجامعية، فإن كافة الأنشطة والأفعال التي يتم أداؤها من لحظة اختيار الجامعة والتخصص إلى حين التخرج والحصول على الشهادة الجامعية أيضا هذا مشروع. رابعا، عندما تقوم اللجنة الاجتماعية في جامعة ما بالتخطيط لمشروع رحلة، فإن كافة الأنشطة التي تتم ابتداء من التفكير بالرحلة وحتى لحظة انطلاقها تسمى مشروعا، وبعدها تصبح حدثا يسمى رحلة جامعية. خامسا، عندما يقوم مقاول ببناء بيت لشخص ما، فإن كافة الأنشطة والأعمال التي تتم من لحظة إعداد التصاميم ولحين الانتهاء من البناء تسمى مشروعا، وعندما يتم تسليم للزبون يصبح مسكنا دائما له. يعني احنا بنقدر ايش نصيغ عديد من المشاريع والأمثلة على ذلك. سادسا، عندما يقوم طالب جامعي بتسجيل مادة مشروع التخرج، فإن المشروع يبدأ من لحظة اختيار العنوان وتحديد المشكلة مرورا بالتحليل الإحصائي والنتائج والتوصيات وانتهاء بصياغة المشروع، ويوم نقاش المشروع والموافق عليه ينتهي المشروع ويتحول إلى منتج دائم خاص بالطالب. من الأمثلة مثال أخير، عندما تقوم شركة مقاولات ببناء جسر أو نفق لحل مشكلة المرور في مكان ما، فإن كافة الأنشطة التي تقوم بها الشركة من لحظة المباشرة وحتى التسليم تسمى مشروعا، وبعدها يتحول إلى تقاطع تطلق عليه الجهات المسؤولة اسما دائما لتداول المواطنين، وهكذا. فإن المشروع يمكن أن يكون تركيب شبكة اتصال في مدينة أو شركة المشروع، أو يمكن أن يكون استصلاح أراضي للزراعة، أو يمكن أن يكون نقل مياه لمدينة ما. وقد نجد المشروع في مجالات اقتصادية مختلفة، صناعية وتجارية وزراعية، أو في المجالات الاجتماعية والبحث العلمي والعلوم الطبيعية إلى آخره. طيب، ما هو المشروع؟ What's a project؟ تعدد تعريفات المشروع يدل على تباين الآراء والاتجاهات بالتعاطي مع مفهوم المشاريع. فجمعية إدارة المشاريع البريطانية Association of Project Management تعرف أن المشروع مجموعة من الأنشطة المترابطة غير روتينية لها بدايات ونهايات محددة، وتنفذ بواسطة أشخاص أو منظمات لتحقيق أهداف محددة وفق تكلفة وزمن وجودة مسبق تحديد أيضا. بينما في منهجية الـ PMI يعرف المشروع بأنه سعي مؤقت لإنتاج منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة.
في هذا من التعريفين السابقين يمكن استنباط بعض الخصائص التي يتسم بها أي مشروع، فكونه مؤقتا فذلك يعني أن يكون له بداية ونهاية محددة، والوصول إلى نهاية المشروع يكون عندما تحقق أهدافه كلها زي ما تطرقنا للأمثلة السابقة. كذلك وفق هذا التعريف الوصول إلى نهاية المشروع يكون بالوفاء بمتطلباته، يعني أنا وصلت للنهاية، ليس إني مثلا إذا وفلت جمعت كل المتطلبات يكون أنا وصلت إلى نهايته، إذا خليت بالمتطلبات يصبح المشروع غير وفي أو غير ناجح بسبب أو إذا تم إنهاءه بسبب عدم القدرة على تحقيق أهدافه أو بسبب عدم جداواه للمستفيدين ومخرجات أي مشروع تكون إما محسوسة أو غير محسوسة. يعد تعريف المشروع سهلا نظريا، لكن عند إسقاطها للواقع العملي يتعقد الأمر ويختلط مفهوم العمليات التشغيلية وطلبات التغيير العادية، والسبب في ذلك غالبا هو عدم قدرة المستفيدين على التفريق بين هذه المفاهيم الثلاثة، أو بسبب حرص الإدارة العليا على إقحام مديرين مشاريع في أعمال إضافية. لذا فإن مكاتب إدارة المشاريع الـ PMO تلجأ إلى وضع معايير إضافية، مثل ألا تقل ساعات العمل على عمل إنجاز المشروع عن 80 ساعة، أو لا تقل ميزانيته المحجوزة عن 100,000، وذلك لتقنين طلبات غير المتوفقة من قبل الإدارات الأخرى. طيب المشاريع الناجحة والمشاريع الفاشلة successfully project and failed project. طيب عندي لأي مشروع ثلاث قيود رئيسية: الوقت، التكلفة، نطاق المشروع. حسب المثلث المرسوم موجود المثلث العمل اللي هو الوقت والنطاق والمال. إذا خل المشروع بأي من هذه القيود فيعتبر المشروع فاشلا. لذا فإن منهجية الـ PMP تعتمد على تلك القيود الثلاثة، وتعتبر خطوط الأساس الـ Baseline التي تعتمد عليها في التحقق من تقدم المشروع. أما إذا أخل بكل هذه القيود فالمشروع فاشل إجمالا. يعني إذا كان عندي الوقت غير سلم في الوقت غير الصحيح وخارج النطاق وأهدرت كثيرا من المال فإن هذا المشروع فاشل إجمالا. فإن عدم اكتمال أي مشروع لا يعني بالضرورة فشله، ولكن هناك قد يكون فشل جزئي وقد يكون فشل تام. يعني نأخذ بعض الأمثلة ممكن نستجمل: إذا تأخر تسليم مشروع عن موعده المحدد فهو فشل، وإذا تجاوز المشروع ميزانية المحددة فهو فشل، إذا لم ينل المخرج المشروع رضا المستفيد فهو فشل. طيب العلاقة بين محفظة المشاريع، برنامج المشاريع والمشروع. من المفاهيم المتداولة كثيرا في مجال إدارة المشاريع مفهوم محفظة المشاريع بروتوكول وبرنامج المشاريع بروجرام. فما علاقة هذين الاصطلاحين بالمشروع؟ لهما علاقة طردية هؤلاء الاثنان. بشكل مختصر نقول إن محفظة المشاريع هي إيش. أول شيء نعرف محفظة المشاريع، ما هي محفظة المشاريع والمشروع عشان ندرس العلاقة بينهم. محفظة المشاريع، أنا مش شرط أن أكون شغال في مشروع واحد، قد يكون عندي عدد المشاريع. فمحفظة المشاريع عبارة عن مجموعة من المشاريع والبرامج والأعمال التشغيلية والتوريدية التي تدار كمجموعة واحدة بهدف تحقيق أهداف استراتيجية محددة للمنشأة. يعني أنا شغال في مؤسسة، من مؤسسة يكون فيها عدد من المشاريع، ليس من الشرط أن أكون مشروع واحد. طيب إدارة هذه المشاريع تعتمد عليها على خطط استراتيجية للمؤسسة. الخطط الاستراتيجية هي سياسة المؤسسة وطريقة اللي هي إدارة المؤسسة على المدى البعيد لإنجاحها. فأنا بعمل مجموعة من المشاريع وبعمل مجموعة من البرامج، والبرامج هذه يجب أن يتبعها أعمال تشغيلية، التشغيلية تحتاج إلى أمور توريدية بتوافق مع بعضهم، بعمل إدارة سليمة لها فتحقق اللي هي عندي الخطة الاستراتيجية أو الأهداف الاستراتيجية. طيب البرنامج، البرنامج هو عبارة عن مجموعة من الأعمال التشغيلية أو المشاريع ذات العلاقة مع بعضها البعض التي تدار بشكل متكامل، وذلك لتحقيق الفعالية في استخدام الموارد. يعني أنا هلقيت بديت أعمل في أعمال التشغيلية وعندي مشاريع لها علاقة مع بعضها البعض، لازم أن يكون اللي هو في تداخل معها في الموارد أو اللي هي الكلف تبعتها، بعمل فيها أديرها لكي أستفيد من هذه المشاريع وعلاقتها مع بعضها البعض لكي أديرها بشكل متكامل لتحقيق الفعالية والتخفيف في استخدام الموارد. طيب ما إدارة المشروع؟ What's a project management؟ إدارة المشاريع هي تطبيق من المعارف والمهارات والأدوات والتقنيات لتحقيق متطلبات وأهداف المشروع.
وتعتمد منهجية البي ام وتعتمد منهجية البي ام اي التي نحن في طور تفصيلها وفق دليل البي ام بوك على عدد 47 عملية تمثل 10 مجالات معرفية موزعة على مراحل المشروع الخمسة والممثلة فيه. 1 مرحلة الاستهلاك، 2 1 مرحلة الاستهلاك، مرحلة التنفيذ، مرحلة الإغلاق ونهاية المشروع، مرحلة التخطيط، مرحلة المراقبة والتحكم. يعني عندما مرحلة الاستهلاك، أول شيء مرحلة التخطيط، بعدين الاستهلاك، التنفيذ، مرحلة المراقبة والتحكم، مرحلة الإغلاق وإنهاء المشروع. هذه كلها التطبيق مع بعضها يجب أن تكون متناسقة مع بعضها لنصل إلى مخرج واحد للمشروع ويكون المشروع ناجح. طيب مكتب إدارة المشاريع البي ام او، مكتب إدارة المشاريع البي ام او او ما يعرف هو عبارة عن وحدة إدارية ضمن نطاق المنشأة، ويمكن أن تكون من خارجها، وتقوم بتسهيل مشاركة الموارد والأدوات الخاصة بالمشاريع بالإضافة إلى دعمها بالمعايير الأساسية المطلوبة خلال التنفيذ. ودورة مكتب إدارة المشروع لا يخرج عن 3 أشكال، إما أن يكون دورا داعما support أو متحكما control أو إدارة مباشرة direct. يعني إما أن أكون داعما من الخارج، أو أكون أنا صاحب القرار ومتحكم فيه، أو إدارة مباشرة اللي هي مباشرة على العمل. دور الداعم support، مكاتب المشاريع اللي تأخذ دور الداعم يكون دورها هو دورها دعم مديري المشاريع، دعم مديري المشاريع بالسياسات والمنهجيات والنماذج والدروس المستفادة من مشاريع أخرى، وذلك لمساعدتهم في إدارة المشاريع التي يعملون بها. يخطئ الكثير في جمع كلمة مدير اللي هي المديرين المشاريع، المديرين المشاريع اللي هم أنا بدي أدعمهم، بدي أعطيهم تجارب خارجية ومنهجيات ونماذج ودروس مستفادة من مشاريع أخرى عشان أنجح في مشروعه. وهذه الفئة من مكاتب إدارة المشاريع هي الفئة الأقل صلاحية في إدارة المشاريع. 2 دور المتحكم، مكاتب المشاريع التي تأخذ دور المتحكم تقوم بتقديم الأدلة في كيفية إدارة المشاريع وتدريب الكوادر ووضع الأنظمة التقنية التي تساعد في ذلك، إضافة لأنها تتأكد من مطابقة ومواصفة التنفيذ عمل تلك. يعني كدور الإشراف، المتحكم هو بيكون دور المشرف على المشروع، بقدم الأدلة في إدارة المشاريع، بعمل عندي طاقم تدريب الكوادر اللي أنا أخرجهم قادرين على إدارة مشروع، بضع الأنظمة واللوائح التقنية التي تساعد في ذلك. يعني أنا بحط الخطة والسياسة التي حتشتغل عليها لأنها وبعدين بتأكد من مطابقة وموافقة التنفيذ من تلك الأدلة والخطط. يعني أنا بحط لها خطة ودراسة، باجي بأشيك عليها وبتأكد منها أني أنت طبقتها لأضمن نجاح المشروع. وتعتبر مكاتب المشاريع في هذه الفئة ذات صلاحية متوسطة. دور الإدارة المباشرة، يعني مكاتب المشاريع تأخذ دور إدارة ومباشرة المشاريع، فتقوم بدعم إدارات الأعمال بمديري المشاريع وتكون مسؤولة عن تلك المشاريع. وهذه الفئة من مكاتب المشاريع هي الأعلى الصلاحية، يعني بتكون كامل الصلاحيات فيها بيدها، وهي المتحكم والآمر والناهي. طيب ما هي أهم المهام التي يجب أن يلعبها مكتب إدارة المشاريع؟ هو توحيد البيانات والمعلومات الخاصة بالمشاريع بشكل عام والمشاريع الاستراتيجية بشكل خاص، ومن ثم موائمة مع استراتيجية المنشأة لتحقيق الأهداف. يعني أنا عندي أهداف عامة وأهداف استراتيجية، أعمل بينها خلط أو ميكس، بوائمها مع استراتيجية المنشأة اللي أنا تشغل فيها عشان أحقق الهدف. يعني ليس أخذ القوانين كما هي وأطبقها بدون دراسة، أخذ القانون وتطبيقه بدون دراسة قد يؤدي إلى فشل هذا المشروع حتى وإن كانت السياسة ناجحة. طيب عندي شغلة تانية، ويمكن أن تكون المشاريع المدعومة والمنفذة بواسطة مكتب إدارة المشاريع ليست على علاقة ببعض. يعني وغالبا ما يكون لمكتب إدارة المشاريع صفة تجعله يمثل أحد المعنيين الأساسيين بالمشروع أو ما يصطلع على تسميته ستيكتشوال، فيكون له صلاحية في إدارة التوصيات أو إنهاء المشروع حسب تقنية المصلحة. يعني بده يكون عنده دراية، له الصلاحية أنه يبدأ وينهي المشروع لصالح المشروع. كما يمكن أن يكون لمكتب إدارة المشاريع أدوار أخرى كاختيار إدارة المشروع، تجهيز الموارد المشتركة للمشاريع أو المشروع محدد. وقد يتحول مكتب إدارة المشاريع إلى عبء يتسبب في فشل المشاريع التي يقوم بها. يعني ممكن أنه مكتب أنا لو بدأ أدير مشروع قد أكون أنا عبء في حال إدارة الفاشلة. إيش السبب؟ عدم وضوح دوري سواء في حجز الموارد أو تحديد أولويات المشاريع أو حتى إدارة الفريق الإداري للمشروع عدا الفرق الفنية الأخرى. يعني إذا كان المدير مكتب إدارة المشاريع ليس له منهجية واضحة
وليس وعنده فشل في إدارة الموارد البشرية والموارد المادية الموجودة وعدم تحديد الأوليات. يعني أنا بكون عندي أوليات بروح بدي الغير مهم على الأهم، فبكون عندي هدر في المال وهدر في الجهد هدر في الوقت، وحتى الفريق الإداري لا أعرف من هو الشخص المناسب في المكان المناسب، كل ذلك يؤدي إلى فشل المشروع. لذلك نصل إلى خلاصة: مدير مكتب المشاريع الناجح يجب أن يحصل على تأهيل معترف فيه وخبرة إدارية جيدة إضافة إلى درجة عالية في مهارة الاتصال، وقبل ذلك يجب أن يتحلى بالأمانة والرقي في الأخلاق المهنية. باختصار هذه كبداية أخذنا اللي هو تعريف اللي هو المشاريع وإدارة المشاريع وما هو المشروع وإدارة المشروع.